أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من أميكو عربي لهذا اليوم، كونوا معنا. قال مصدر رسمي إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعث رسالة إلى زعماء دول مجموعة العشرين يقترح فيها منح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة والدائمة في المجموعة الدبلوماسية خلال قمتها المقبلة في الهند. وأضاف المصدر أن اقتراح مودي يظهر التزام الهند بتعزيز تمثيل أفريقيا وإشراكها في الشؤون العالمية. وقال المصدر عن الاقتراح إنه خطوة صحيحة نحو بنية وحوكمة عالمية عادلة ومنصفة وأكثر شمولا وتمثيلا، مضيفا أن رئيس الوزراء يؤمن بشدة بأن يكون لبلدان جنوب العالم صوتا أكبر في المنصات الدولية وخاصة البلدان الأفريقية. وتولت الهند الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين لمدة عام في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، وستستضيف القمة في وقت لاحق من هذا العام. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين تضم حاليا 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ومن بين هذه الدول الأعضاء في المجموعة الدول الأكثر اكتظاظا بالسكان وأكبر اقتصاد في العالم. وتضم المجموعة أيضا من بين الأعضاء الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند وألمانيا. ويذكر أن الاتحاد الأفريقي الذي تأسس في مايو 2001 ويقع مقره في أديس أبابا العاصمة الأثيوبية هو اتحاد يضم 55 دولة من الدول الأعضاء التي تعمل معا لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الرئيسية. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأحد إلى بكين في زيارة تستغرق يومين تهدف إلى محاولة تخفيف التوترات الثنائية. واستقبل وزير الخارجية الصيني تشين غانغ بلينكين والوفد المرافق له عند باب فيلا في ساحة قصر دياويو تاي للضيافة في بكين، حيث أجرى الإسنان محادثة قصيرة قبل أن يتصافحا أمام العلمين الصيني والأمريكي. وهي الزيارة الأولى لوزير خارجية أمريكا إلى الصين منذ زيارته في تشرين الأول أكتوبر 2018 أجراها سلفه مايك بوميو، الذي انتهج لاحقا استراتيجية مواجهة مع بكين في السنوات الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب. وقبل مغادرته قال بلينكين في واشنطن إن هذه الزيارة يجب أن تفتح خطوط اتصال مباشرة حتى يتمكن بلدنا من إدارة علاقاتنا بمسؤولية، بما في ذلك من خلال معالجة بعض التحديات والتصورات السيئة ومن أجل تجنب الحسابات الخاطئة. وأضاف أن المنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مستمرة لضمان عدم تحولها إلى مواجهة أو نزاع، لأن العالم يتوقع تعاون الولايات المتحدة والصين. وقال داني راسل المسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية الأمريكية إن زيارة بلينكين القصيرة لن تحل أي من المشاكل الكبيرة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، لكن زيارته يمكن أن تعيد إحياء الحوار المباشر الذي تشد الحاجة إليه، وتبعث إشارة إلى أن البلدين ينتقلان من خطاب الغضب أمام وسائل الإعلام إلى محادثات أكثر رصانة خلف أبواب مغلقة. وتمثل تايوان أكثر ملف شائك بين القوتين، إذ نفذت بكين مناورات عسكرية تاريخية حول الجزيرة في آب أغسطس ردا على زيارة لتايوان أجرتها رئيسة مجلس النواب الأمريكية آنذاك نانسي بلوزي في إطار جولة آسيوية. وقبل زيارة بلينكين قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين يجب على الولايات المتحدة التخلي عن وهم التعامل مع الصين من موقع قوة، ويجب على الصين والولايات المتحدة تطوير علاقات على أساس الاحترام المتبادل والمساواة واحترام خلافاتهما. وقد بدأ الوقت ينفد لأن العام المقبل هو الموعد النهائي لإجراء انتخابات في كل من الولايات المتحدة وتايوان التي تعتبرها الصين إحدى مقاطعاتها التي تريد إعادة ضمها بالقوة إذا لزم الأمر. في إطار جهود الترويج للمقاصد السياحية الأثيوبية، استضافت السفارة الأثيوبية في الدوحة دولة قطر بالتعاون مع الخطوط الجوية الأثيوبية ووزارة السياحة الأثيوبية منتدى للترويج السياحي يهدف إلى تعزيز إمكانات السياحة الهائلة لهذه الدولة الأفريقية المعروفة أيضا باسم أرض المنشأ. وبدأت فعاليات المنتدى بكلمة لسعارة السفير فوق العادة والمفوض لأثيوبيا لدى الدوحة فيصل علي إبراهيم، أكد خلالها حرص السفارة على إقامة مثل هذه البرامج الثقافية والفنية التي تهدف إلى التعريف بأثيوبيا والترويج السياحي لها وتسليط الضوء على التراث الأثيوبي الغني وعروض السياحة المتنوعة، مما يجعلها وجهة سياحية مثالية والذي من شأنه أن يعزز آفاق التعاون بين أثيوبيا ودولة قطر. وأضاف السفير الأثيوبي فيصل أن أثيوبيا تتمتع بمجموعة واسعة من الإمكانات السياحية التي تشمل السياحة الشاملة، أي في جهات تاريخية ودينية وثقافية وطبيعية ومغامرة. واستشهد السفير فيصل بأهمية مسجد النجاشي الأثري بإقليم تيغراي، واصفا إياه بأنه مكان مقدس في شمال البلاد، حيث قال إن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لجأوا إليه. ومسجد النجاشي موجود في قرية تحمل الاسم نفسه على بعد قرابة 770 كيلومتر من العاصمة أديس أبابا، وهو أول مسجد في أفريقيا، حيث شيد على أول أرض أفريقية عرفت الإسلام حين أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابته في السنة الخامسة من البعثة بالهجرة إلى الحبشة في ظل تعذيب الكفار
لهم، حيث أحسن ملك أصهم بن أبجر النجاشي معاملتهم ورفض تسليمهم إلى قريش. وحث إبراهيم على التعاون بين دولة قطر وأسيوبيا بهدف الترويج للبلاد كوجهة سياحية مفضلة للزوار من الشرق الأوسط. وأشار السفير إلى أن أسيوبيا من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا، حيث شهدت تطورات مهمة في قطاع السياحة فيها، بما في ذلك تحسينات البنية التحتية مثل الطرق والفنادق والمنتجعات والمرافق ذات الصلة. كما لفت إلى أن أسيوبيا لديها أكثر من 8 مواقع ثقافية مسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، والتي تشمل مسلات أكسوم، فاسيل أو قلعة جوندر، المدينة التاريخية المحصنة هرر جوجول، المناظر الطبيعية الثقافية في كونسو، وادي لوار، الأواش والوادي السفلي لأومو، ومسجد النجاشي وكنائس لاليبلا، والعجائب الطبيعية مثل منبع النيل وبركان أرتعلي. وقال السفير فيصل إن أسيوبيا هي المكان الذي وجد العلماء فيه أقدم الأنواع البشرية، مشيرا إلى أن أسيوبيا باعتبارها مهدا للبشرية هي موطن لوسي البالغة من العمر 2.2 مليون عام، وسلام البالغة من العمر 3.3 مليون عام، وأردي البالغة من العمر 4.4 مليون عام. وأضاف قائلا بمجرد وصول السائحين إلى أديس أبابا عاصمة أسيوبيا تتاح لهم فرصة زيارة أحافير أسلافهم والحصول على تاريخ ساحق للغاية للإنسان في المتحف الوطني. وقال إبراهيم إن المناخ اللطيف في أسيوبيا، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 15 و28 درجة مئوية في معظم مناطق المرتفعات، يجعلها وجهة مثالية على مدار العام. وأشار إلى أنه يمكن الوصول بسهولة إلى المواقع والمعالم السياحية عن طريق السفر البري والجوي، حيث تعد الخطوط الجوية الأسيوبية واحدة من أشهر وأفضل شركات الطيران في العالم، حيث تتميز بتقديم خدمات عالية الجودة وراقية للمسافرين. وعلى الرغم من أن هناك حاجة لجهد أكثر كفاءة وفعالية من أجل جعل قطاع السياحة النابض بالحياة خطوة إلى الأمام، فإن عددا لا يحصى من أنشطة الجذب السياحي التي تم تنفيذها حتى الآن ساعد أسيوبيا على أن تكون من بين أفضل الوجهات السياحية. قدمت سفارة اليابان الدعم باسم تحسين البنية التحتية الاجتماعية في أقاليم أمهرا وتيغراي. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة إكرام أول. تعود العلاقة التاريخية بين اليابان وأفريقيا إلى القرن السابع، حيث تعمقت العلاقة اليابانية مع الدول الأفريقية من ضمنهم إثيوبيا لتصبح رمزا للتآخي. ومع مرور الوقت أسس كلا الجانبان علاقات متجذرة وعميقة استمرت إلى يومنا هذا. وفي هذا الصدد قدمت حكومة اليابان دعما بقيمة 8.1 مليون دولار أمريكي لإعادة إعمار وبناء المدارس المتضررة جراء الصراع في الجزء الشمالي من البلاد، ولتنفيذ برنامج الصرف الصحي والنظافة الصحية في المؤسسات التعليمية المتضررة، حيث وقعت اتفاقية بين سفيرة اليابان في إثيوبيا إيتو تاكاكو وممثل اليونيسيف في إثيوبيا أبو بكر كامبو. قالت سفيرة اليابان في إثيوبيا إيتو تاكاكو أن الهدف الرئيسي من الدعم الذي قدمته الحكومة اليابانية للحكومة الإثيوبية يكمن في إعادة إعمار المناطق المتضررة بسبب الحرب. تبلغ قيمة العقد الموقع حوالي 8.1 مليون دولار أو 437 مليون بر، وهو دعم قدم للمدارس المدمرة في شرق أمهرة وإقليم تيغراي، بالإضافة لتوفير المياه الصالحة للشرب. كما هو معروف توقف 2.5 مليون طالب في إقليم تيغراي وحوالي 700 ألف طالب عن الذهاب للمدرسة. الهدف الرئيسي من المشروع هو إعادة بناء 12 موقعا مدمرا واستئناف التعليم في هذه الأماكن، حيث سيبدأ 12 ألف طالب في الذهاب إلى المدرسة، وسيحصل 47,700 شخص على مياه صالحة للشرب. وقال ممثل اليونيسيف في إثيوبيا أبو بكر كامبو أن منظمة اليونيسيف ستعمل جاهدة لتقديم المساعدات لإعادة الإعمار. نتيجة للنزاع تم تدمير كلي وجزئي للعديد من المدارس، وهنا يكمن عمل اليونيسيف لحل هذه المشكلة من جذورها. بينما كنت أتجول في المواقع المدمرة التقيت بطفل اسمه قدوس، توقف عن الدراسة منذ 3 سنوات، ولكن حلمه في أن يصبح طيارا قد تصاعد رغم الأزمات التي شاهدها. لذا سوف نعمل دائما وأبدا لدعم الحالمين. وبالنسبة للفتيات، توقف العديد من الفتيات بسبب مشاكل الصرف الصحي. لقد قضت الحرب على 4,600 مدرسة في إقليم أمهرة و2000 مدرسة في إقليم تيغراي. لذا الدعم الذي قدمته الحكومة اليابانية يكمن في إعادة إعمار الأماكن المتضررة إرث الحرب. وأضاف مدير القضايا الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم مسكبو بيازن أن الحكومة الإثيوبية شاكرة للحكومة اليابانية بما قدمته من الدعم.
تم تقديم 8.1 مليون دولار لإعادة بناء 17 مدرسة. بالإضافة قدمت منظمة الشراكة العالمية للتعليم 2.6 مليون دولار لبناء حوالي 7 مدارس، ما يساوي في المجموع حوالي 24 مدرسة. ولكن هناك 1335 مدارس مدمرة بالكامل. يمكن القول أن الموارد غير متوازنة وكافية، كما لا تزال وزارة التربية تعمل جاهدة لحل هذه المشكلة. تسببت الحرب في السودان بخسارة ومعاناة جسمية للمواطنين. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نازرية كندش. تتداول الألسنة قصصا مذهلة ومثيرة عن الهجرة والنزوح في السودان، تروي قصصا عن الطموح والأمل والخوف والترقب والبراعة والإنجاز والتضحية والشجاعة والمثابرة والكرب، والتي ألقت تنقلات كبيرة لأناس انقطعت بهم السبل بمن فيهم اللاجئون بظلالها. وهنا نرى اقتباسات من معاناة المدنيين السودانيين من الصعوبات التي واجهتهم في طريقهم إلى الحدود الإثيوبية. قالت إحدى النازحين من السودان الأخت هبة إبراهيم أن الحرب تسببت الكثير من المعاناة للسودان بأكمله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطنة من السودان، من الخرطوم شرق النيل. اسمي هبة إبراهيم علي، قادمة من السودان. جينا إثيوبيا عشان نقدم في اللجوء الإنساني، لأنه تعرضنا لانتهاكات شديدة من قبل المتمردين. يعني والجيش ما قادر يسيطر على الحتة دي نهائي. تعذبنا شديد، يعني فقدنا كثير من الناس، وحتى الأطفال بيجوا بيترعبوا. أنا عندي 3 أطفال صراحة ما بيقدروا ينوموا، ومريضين بيجوا في حالة مرض على طول، يعني من الحاجة دي، من الخوف والحلع جواهم. فصراحة ما في أمان هناك، ما عندنا أمان نهائي بأي شكل من الأشكال. عشان كده من طالب من البرهان وحميد يقدر يحل المشكلة دي بأي طريقة كانت، عشان الناس ما تقدر تتشرد من السودان. وقال الأخ أبو بكر آدم لقد واجهتهم الكثير من الصعوبات للوصول إلى إثيوبيا. اسمي أبو بكر آدم عبد الملك من الخرطوم. في البداية المرق كان بس من هناك صعبة شوية، لأنه كان في مجموعات يعني من القوات المتصارعة هناك، فكل مسافة قصيرة كده بتلاقي تفتيش، واللي هو بوقفوكم بعد ذاك بيشوفوا بعمل تشيك يعني للناس الماشية وكده. وهناك مرات بيكون بينزلوكم تحت، بيكون في تفتيش بعد ذاك للحياة الشائلة في الشنطة بتاعتك هناك بتاع، لحد ما تقدر تطلع من الحتة ديك من ولاية الخرطوم تجي لحد محل ولاية مدني برضو، أو ولاية الجزيرة مدينة مدني اللي هي برضو كان في تفتيش صعب جدا. بعديها غيطوا قدرنا نعبر، وجينا وصلنا لحد ما جينا القضارف. من القضارف بعد ذاك جينا إلى القلابات، من القلابات دخلنا بالمابر إلى إثيوبيا. وأضاف الأخ وليد أن السودان تمر بوضع عصيب بسبب الصراع داخل البلاد. وليد إبراهيم، السلام مرحب به، وأي بشر من طبيعته يعني بيحب السلام والعيش والحياة الأفضل. يعني أنا هنا هسي جينا من الخرطوم عشان الصعوبات بتاع الحياة. يعني في الخرطوم تقاط يعني مخزونات الطعام نفضت تماما، يعني ما في أي حاجة، ما في حاجة داخلة. يعني حاجة الموجودة عندك يعني يوم يومين يعني لا قدر لشهر لو انتهت عندك انت تاني هتعمل شنو؟ يعني انت معرض للموت بكل الاتجاهات. هاي فالزول صار انه يشوف حل افضل، يعني يشوف طريقه انه يقدر يعيش حياته افضل، يشوف المرحله الجديده اللي بتحصل شنو. مشاهدينا الاعزاء، الى هنا نكون وصلنا واياكم الى ختام نشرتنا لهذا اليوم. شكرا لكم لمتابعتنا، في امان الله.